حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج شبابنا والنعم، محاضرين لكم مجموعة من الفقرات اللي نبرز لكم من خلالها بعض الطموحات والأفكار والأحلام اللي تحققت على أيادي عمانية. خلونا نبدأ مشوار حلقتنا لهذا اليوم، لكن تذكروا حتى وإن كانت بعض الأحلام تبدو صعبة لا مانع من أن نتخيلها واقعا حتى تتحقق، فبعض الواقع الآن كان مجرد حلم. إن تقرير التنمية البشرية هو من أهم الأحداث التي تساهم في التنمية الوطنية والتي يقودها الشباب، وفي فقرة المبادرات راح نتكلم عن هذا الحدث مع ضيفنا سالم الريامي. أهلا وسهلا بك سالم. يا مرحبا وسهلا، أهلا وسهلا فيك يا المها، وأهلا وسهلا لك بكل المشاهدين. في البداية سالم، نعرف المشاهدين عن مفهوم تقرير التنمية البشرية. تقرير التنمية البشرية أو التنمية الإنسانية في الوطن العربي هو تقرير يبحث في الوطن العربي من خلال يعني مواضيع محددة. التقارير السابقة تحدثت عن تمكين المرأة وتحدثت أيضا عن الأمن في الوطن العربي، والفكرة من التقارير أو تقارير التنمية الإنسانية في الوطن العربي أنها تسلط الضوء على قضية معينة وتدرسها بشكل علمي وبشكل مفصل بالأرقام وأيضا بالإحصائيات بما يتعلق بهذه القضية. وقضية هذا العام أو قضية هذا التقرير بالتحديد اللي صدر في نوفمبر 2016 هو الشباب في ودوره أيضا في التنمية في الوطن العربي. بما أنك ذكرت أنه هذا الحدث هو حدث مرحلي وكل مرة يركز على موضوع، وهذا الموضوع إن شاء الله راح يكون عن يعني كان عن الشباب العماني أو التنمية الوطنية بالنسبة للشباب العماني، ما الدور الذي يلعب هذا التقرير في تنمية هذا الشاب العماني؟ الفكرة من التقرير أنه يضع الصورة الكاملة ويعني يضع ملامح الواقع للشباب في الوطن العربي، فبالتالي يضع هذه الصورة أمام المعنيين بالتنمية في الوطن العربي سواء كانت جهات حكومية أو جهات خاصة أو أيضا مؤسسات الأهلية، يضعها أمام الصورة بشكل مفصل فيما يتعلق بالشباب. هناك دوافع كثيرة للتركيز على هذا التقرير أو وضع الشباب موضع الدراسة والبحث من خلال هذا التقرير. واحد من هذه الأسباب أنه الشباب في الوطن العربي يشكل ثلث نسبة السكان في المنطقة، بالتالي هذه النسبة هي نسبة تاريخية لم يسبق أنه وصلت لها المنطقة من خلال تعداد الشباب، والثلث الآخر من تعداد سكان المنطقة هم ما دون 15 سنة، فبالتالي هناك مرحلة كبيرة من السنوات أمامنا وأمام المنطقة أنها تستغل الشباب الاستغلال الأمثل وأيضا تضعه موضع أداة للتنمية في الوطن العربي. الشيء الآخر المها أنه الشباب كان له دور كبير في التحولات الجذرية اللي صارت ما بين عام 2011 و2014، فبالتالي التقرير هذا يتعلق بهذه المرحلة بالذات وأيضا يحلل وضع الشباب من خلال كونه أداة للتنمية المستدامة في الوطن العربي، وأيضا يحث الجهات المعنية بالتنمية أيا كانت القطاعات و أيا كانت جهات المعنية بهذا بالتنمية أنها تأخذ على عاتقها وتضع الشباب موضع التنفيذ وموضع أيضا العمل وموضع الأخذ بالرأي والمشورة من خلال المرحلة القادمة.
يعني في هذا الحدث بعد الإحصائيات اللي ذكرتها، أكيد في هذا التقرير يتم دراسة وضع الشباب وأيضا إيجاد الحلول المناسبة لوضعهم، وكنتم مشاركين ومثلتم السلطنة في هذا الحدث، حدثنا عن هذه المشاركة كيف كانت؟ بالنسبة لتمثيل السلطنة وتمثيل شباب السلطنة في 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 الإعداد لهذا التقرير، كنت أنا وزميلي قيس المقرشي ضمن المجلس الاستشاري لهذا التقرير. دور هذا المجلس الاستشاري، طبعا هو المجلس مكون من مجموعة من الشباب في الوطن العربي، تم إشراكه في مراحل وضع المقترحات كجزء أخير من هذا التقرير. فبالتالي شاركنا في مشاركات عدة من خلال الفترة الماضية، الفترة اللي سبقت تدشين التقرير، من خلال اجتماعات وأيضا مشاركة في مجموعة من المسابقات شارك فيها زميلي قيس. فبالتالي خرجنا من كل هذه المشاركات بمجموعة من المقترحات اللي وضعوها معدي التقرير في التقرير بالنفس، بحيث أنه يكون يعني نظرة شاملة ولما يأمله الشباب أن يكون من خلال هذا التقرير، ومن خلال أيضا تطبيقه في بلدانهم. فبالتالي مشاركتنا في تدشين التقرير اللي كانت شهر نوفمبر 2016 كانت بناء على كوننا في المجلس الاستشاري لهذا التقرير. ذكرت أنه من خلال مشاركتكم يعني تم البحث عن طريق على مقترحات وحلول، هذه المقترحات والحلول هل أنتم من أسهم في إيجادها أم تم دراستها من قبل وبعد ذلك أنتم من يدرسها ويطبقها بعد ذلك؟ المقترحات هي جاءت بناء على نقاشات موسعة. احنا ربما كنا الجزء الممثل للشباب العماني، خلينا نقول، في امام المكتب الاقليمي للبرنامج الانمائي في الوطن العربي. طبعا هذا البرنامج هو تابع للامم المتحده، ولكن قبل ذلك كانت هناك نقاشات انا ومجموعه من الشباب العمانيين، ناقشنا كيف ممكن انه الشباب ياخذ دور اكبر من خلال المرحله القادمه وايضا السنوات القادمه، وإيش هي المبادرات وإيش هي البرامج اللي يحتاجها الشباب، سواء على 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 كافة الأصعدة، على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، على 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 نطاقات موسعة. فبالتالي وضعنا كل هذه المقترحات أمام معدي التقرير، وطبعا كانت هناك مقترحات من دول أخرى من المنطقة. فبالتالي كل هذه المقترحات وضعت في التقرير، ويعني خصص لها مساحة في التقرير، بحيث أنه تكون أمام صناع القرار وتكون أمام كل الشركاء التنمية في الوطن العربي أنهم يعني يأخذوا بأيدي الشباب في المرحلة القادمة. وما هي المحاور التي نوقشت في هذا التقرير؟ هناك محاور كثيرة نوقشت في هذا التقرير، مثل ما ذكرت لك، الفكرة من التقرير أنها تعطي صورة واسعة بشكل مفصل وبشكل مدروس وبشكل علمي. لذلك التقرير أخذ فترة طويلة من الإعداد والبحث وأيضا دراسة كل الأرقام المتاحة أمام الأكاديميين والباحثين اللي أشرفوا على إعداد التقرير. بالنسبة لمضامين التقرير، التقرير تحدث عن أشياء كثيرة، تحدث عن الصحة، تحدث عن التعليم، وضع التعليم بالنسبة للشباب في المنطقة، وأيضا هناك أيضا حديث عن تمكين الشباب والمساواة أيضا، ووضع المرأة أيضا فيما يتعلق بشؤون الشباب، أيضا الوظائف. فكل هذه كانت ضمن التقرير كدراسة لحالة الشباب وما يحتاجه من خلال هذه المجالات. كم كنتم شباب عمانيين بعد هذه المشاركة، ما هي الاستفادة التي حظيتم بها؟ قبل الاستفادة كان همنا الوحيد أنه هذا التقرير يوصل لأكبر شريحة ممكنة
من الشباب وايضا من القطاع الحكومي ومن القطاع الخاص ومن المؤسسات الاهليه، لانه الهدف من هذا التقرير انه يوصل للجميع، ايضا الشباب. مهم جدا أن الشباب يطلع على هذا التقرير ويطلع على الوضع عموما من خلال المنطقة، وضع الشباب في المنطقة. فبالتالي هدفنا الوحيد بعد تدشين التقرير رسميا أنه هذا التقرير يوصل للشباب. وجودنا اليوم في البرنامج هو جزء من الخطوات اللي كنا حريصين ولازلنا حريصين أنه توصل للشباب، يوصل هذا التقرير للجميع. لاحظنا تفاعل من خلال اللجنة الوطنية للشباب على سبيل المثال، انه كانوا مهتمين بانه يعني هذا التقرير هو مهم يتعلق به الشباب، وكيف ممكن انه المرحلة القادمة ايضا تأخذ بعاتقها على يعني وضع الشباب في كأدوات في التنمية المستدامة في الوطن العربي. ايضا هناك مجموعه من الشباب ايضا كانوا مهتمين انه يطلعوا على هذا التقرير. بالمناسبه التقرير هو متاح على الموقع الالكتروني لتقرير التنميه الانسانيه في الوطن العربي، وايضا بقيه التقارير السابقه ايضا متاحه بشكل على صيغه PDF، فبامكان اي احد انه يطلع على التقرير. وهناك ايضا الجيد انه هناك نسخه ملخصه للتقرير. التقرير هو من اكثر من 200 صفحه، ولكن هناك نسخه ملخصة للتقرير أيضا متاحة على الموقع الإلكتروني للتقرير. ممتاز. هذا بالنسبة للتقرير والحديث عنه بشكل عام، وهو أنه يسلط الضوء على الشباب العربي، ولكن كونكم كنتم مشاركين عمانيين مثلتم السلطنة، فأكيد ربما يكون تركيزكم بشكل اختصاصي أكثر على الشاب العماني. فكيف عملتم على توصيل الرسالة للشاب العماني، خصوصا أنه ربما الاحتياجات تختلف للشاب العماني، الظروف أيضا تختلف؟ هناك خصوصية للشباب العماني، طبعا كل منطقة لها خصوصية محددة، سواء كانت اجتماعية تاريخية علمية إلى آخره. فبالتالي يعني هناك خصوصية للشباب كل بلد، ولكن التقرير يناقش المشتركات أو الأمور العمومية اللي يشترك فيها شباب المنطقة. هناك بعض الإحصائيات وضعت البلدان العربية في تقييم، من حيث مشاركة المرأة، من حيث أيضا الوظائف بالنسبة للشباب الباحثين عن عمل. هناك إحصائيات كثيرة متعلقة بالشباب موجودة ضمن التقرير، فبالتالي هناك نوع من الدراسة لوضع كل دولة على حدة، ولكن التقرير عموما يناقش الأمور المشتركة والنقاط المشتركة في وضع الشباب بشكل عام. طبعا يعني مثل ما ذكرت يختلف الشباب في عمان عن بقية الدول في الوطن العربي، ولكن يبقى أن هناك نقاط مشتركة. هذه النقطة نوقشت كثيرا في تدشين التقرير، وكان هو هذا رد يعني المسؤولين ومعدي التقرير، أنه يعني ما ممكن يكون هناك تقرير لكل دولة، ولكن هذا التقرير شامل وكامل للمنطقة وأيضا وضع الشباب في المنطقة. جميل. بعيدا عن الحديث عن التقرير ومن خلال تطلعاتكم الاستفادة وخلال دراستكم لمختلف الظروف اللي صارت في التقرير، من وجهة نظركم ما هي الأسس اللي تستند عليها الدول العربية لتحقق قفزة نوعية في تطوير وتنمية شبابها؟ التنمية في الوطن العربي في المرحلة القادمة تعتمد على الشباب بكل أطيافه، فمشاركة الشباب في المرحلة القادمة هي يعني ضرورية وحتمية للتنمية. مشاركة الشباب تضمن الاستدامة لهذه التنمية. فبالتالي المعايير اللي بنت عليها مخرجات هذا التقرير هي مشاركة الشباب وكونهم جزء لا يتجزأ وأداة مهمة في المرحلة القادمة من التطوير ومن البناء ومن أيضا يعني التنمية عموما. نعم، جميل جدا. ونحن طبعا نتمنى كل التوفيق لكل الشباب، سواء كانوا شباب عمانيين أم شباب عربي، بأن يسهموا في تطوير وتنمية المجتمع سواء العماني أو العربي. شكرا لك سالم الريامي لوجودك في برنامج شبابنا والنعم. شكرا لكم على هذه التغطية، وأنا سعيد جدا كوني في هذا البرنامج، وأيضا
للحديث عن التقرير. كل التوفيق للجميع، وهذه دعوة أيضا من خلال البرنامج لكل المتابعين ولكل المشاهدين أنهم يطلعوا على هذا التقرير، لأنه تقرير فعلا مهم ويخص الشباب بدرجة كبيرة. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك. إذن متابعينا، مثل ما تفضل سالم الريامي، نحن أيضا بدورنا ندعوكم للإطلاع على تفاصيل هذا التقرير أيضا للاستفادة منه. وإذن وصلنا إلى ختام فقرة المبادرات، ننتقل لفقرة أخرى، فقط تابعونا. نجدد الترحيب بكم متابعينا في فقرة شبابكم، وفي فقرتنا لليوم راح نتحدث عن برنامج يوتيوبي لازال في بداية مشواره، برنامج اسأل يونس مع مقدمة يونس المعمري. أهلا بك. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. الله يحييك يونس. في البداية نعرف المشاهدين ببرنامج اسأل يونس، فكرة البرنامج. هو برنامج يوتيوبي يحاول قدر الإمكان أن يسلط الضوء على الحالات والظواهر الاجتماعية، لكن الشيء المميز فيه أن نحاول قدر الإمكان أنه يعني أظهر فيه صورة الباحث الاجتماعي. كوني أنا باحث اجتماعي، نحاول قدر الإمكان أنه نستخدم الأدوات والمهارات الباحث الاجتماعي حتى نظهر الظواهر الاجتماعية على حقيقتها، وأيضا حتى نحاول قدر الإمكان نقدم معالجات وحلول علمية لها. عكست وظيفتك الخاصة اللي هي كونك باحث اجتماعي في هذا البرنامج اليوتيوبي، بحيث أنه برنامج تطوعي مثل ما ذكرت، من خلاله تتم مناقشة مختلف القضايا الاجتماعية. أهداف البرنامج؟ أهداف البرنامج أول شيء أنه نحن نكشف عن الظواهر الاجتماعية اللي موجودة، لأن في بعض الأحيان في بعض الظواهر ما تظهر على السطح، لكنها ظواهر عميقة وتحتاج إلى علاج. فواحد من أهدافنا أنه نكشف عنها. ثانيا، نحاول قدر الإمكان أن نبحث عن الأسباب المسببة لهذه الظواهر الاجتماعية، سواء كانت أسباب اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، دينية إلى آخره. بعد ما نحاول نحلل المشكلات أو أسبابها، نحاول أيضا أنه نسلط الضوء على النتائج اللي تصير للمجتمع من خلال هذه المشاكل. وبعد ما نخلص منها، نحاول قدر الإمكان أيضا أنه يعني نعطي بعض الحلول والمعالجات اللي نشوف أنها يعني حلول وعلاجات بإمكانها أنه تنهي أو إن على الأقل تخفف من حدة هذه المشكلة الموجودة. بالإضافة إلى كشف هذه الظواهر، أيضا تحليلها وأيضا إيجاد الحلول للمشاهدين. يعني لو نتحدث عن بعض هذه الظواهر أو عن بعض المحاور اللي أنتم ناقشتوها، وعلى حسب علمي أنه هذا البرنامج لا زال في بدايته، وبثت الحلقة الأولى والحلقة الثانية لا زالت قيد العمل. طيب نتحدث عن المحاور. نعم، احنا بثينا الحلقة الأولى. الحلقة الأولى كانت عن التفكير العلمي، وحقيقة ركزت على التفكير العلمي لأنه في كثير من فئات المجتمع، سواء يعني من الذكور والإناث أو حتى الفئات العمرية، عندنا إشكالية في قضية التفكير العلمي. احنا ما نفكر بطريقة علمية، احنا نفكر بطريقة مشاعرية ونحكم على الأشياء بطريقة مشاعرية غالبا، وهذه إشكالية. لذلك ركزت في الحلقة الأولى من برنامج اسأل يونس عن التفكير العلمي. أما القضية الثانية اللي إحنا خلاص عديت البرنامج وقدمته كذلك، وهي في مرحلة الإنتاج، وبعد ذلك إن شاء الله سنخرجها، تكلمنا عن قضية مهمة جدا بالنسبة لنا، وهي قضية عدم الإبلاغ أو الخوف من كثير من فئات المجتمع من أنهم يبلغوا الجهات المسؤولة أنهم قد وقعوا في بعض المشكلات، وخاصة مثل اللي هو الابتزاز الإلكتروني وما يلحق ذلك من المشكلات اللي نشوفها ظاهرة على السطح حاليا. يعني لو تحدثنا بشكل خاص عن الحلقة الأولى واللي هي تحدثت عن البحث العلمي، أتوقع أنها مرت بعدة مراحل، بدءا بالإعداد البحث عن الموضوع و كيفية اختيار موضوع، بعدين انتقلتم إلى التصوير والإخراج وما إلى ذلك. نتحدث عن المرحلة الأولى وهي مرحلة الإعداد، وفي البداية عن اختيار الموضوع، كيف يجي اختيار الموضوع؟ بالضبط، هي القضية ترى غالبا أن الإشكالية والتركيز دائما على اختيار الموضوع نفسه، لأنه إذا اخترت الموضوع بشكل جيد، بعد ذلك بإمكانك أنك أيضا تعالجه أيضا بطريقة جيدة. فاختيار الموضوع كان على أساس أنه أيضا كان معاش
في خلال هذه المدة أنه صارت بعض الإشكالات وبعض الحالات الاجتماعية اللي خلتنا نركز أكثر ويعني ونؤكد أكثر على هذا العنوان. بعد ذلك قضية جمع المعلومات لتكوين الأفكار ولتكوين أيضا الصورة العامة للموضوع، وهذا طبعا عن طريق القراءة وعن طريق أيضا البحث في, 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 في الدراسات الموجودة عن هذا الموضوع. بعد ما خلصنا من هذا من هاتين المرحلتين بدأنا في مرحلة التصوير، وبعد ذلك المخرج يعني قام بعمله يعني بالضبط. نعم. طيب إذا اخترتم الموضوع من وجهة نظركم، أحيانا إنه المشاهدين ما يلفت انتباههم هذا الموضوع، فكيف تحاول تتوصلوا إلى يعني ملامسة أفكارهم مشاعرهم اختياراتهم الخاصة؟ تختار الموضوع غالبا نشوف إن كثير من الناس يتحدثوا عنه، وهو يعني حتى يمكن المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وقد يكون أيضا هنالك الأيام العالمية التي تتحدث عن هذا الموضوع. فأنت يعني كونك معد للبرنامج تكون يعني نبيه وذكي، وتكون أيضا مثل ما يقولوا يعني تلقطها، أنك تشوف أن هذا الموضوع موضوع مهم وحساس. أيضا هنالك أشياء أخرى مثل ما قلت، في أشياء لا تظهر للمجتمع، لكن أنا كوني باحث اجتماعي أرى أن هذه القضية لابد أن أركز عليها، قد تظهر في المستقبل لكن المجتمع حاليا لا يدركها. يعني أيضا هذا من دوري أن أنبه المجتمع أن هنالك مشكلة معينة ولابد أيضا أن نعالجها من الحين. ترشدوهم وتلفت انتباههم لهذه القضية المعينة. طيب لو تكلمنا عن ردة فعل المشاهدين، عندكم عدة حسابات وفي منصات لمواقع التواصل الاجتماعي بدءا باليوتيوب وتويتر والإنستغرام طبعا، كيف تشاهدوا ردة فعل المشاهدين؟ طبعا هذه الحسابات الخاصة بالبرنامج، وأنا أشتغل أيضا على الحسابات الخاصة في الفيسبوك مثلا، كانت ردود أفعال كثيرة خاصة من المتابعين القريبين مني ومن البرنامج نفسه، كان هنالك ملاحظات ممتازة، وإحنا أيضا كنا أصلا نطلب منهم الملاحظات الدقيقة والملاحظات الصريحة حتى نكمل مشوارنا يعني. فكان هنالك ملاحظات من الناس اللي هم يهتموا بالأشياء الفنية، بالصوت، بالديكور، بمكان القاعة، بالخلفيات، بالأشياء هذه. هنالك أيضا من كان يهتم بالإخراج، هنالك من كان يهتم بالمحتوى نفسه، هناك من كان يهتم بطريقة التقديم نفسها. فحصلنا عدد كبير وعدد جيد جدا يعني من الملاحظات، وأخذنا هذه الملاحظات واشتغلنا عليها، وإن شاء الله في الحلقة الثانية هذه اللي راح تخرج إن شاء الله خلال هذه الأيام راح يشوفوا المتابعين أنه نعم هنالك يعني تغيير حصل من خلال الملاحظات السابقة. صحيح، لأنه بمختلف فئات المجتمع كل منهم له اهتمامات الخاصة وكل منهم يلفت انتباهه شيء معين. يعني نتكلم يونس عن برامج اليوتيوب الحين منتشرة بشكل كبير، وطبعا كلها مواضيع مختلفة، ولكن أحيانا ربما كلها تنحدر بشكل معين واللي هي مناقشة قضايا المجتمع، ولكن أحيانا تكون في هذه البرامج الثقة مهزوزة نوعا ما، بحيث أن المشاهد لما يتابع البرنامج يمكن ما يلاحظ أنه في مصادر موثوقة، من وين مثلا هذا المذيع أو هذا المقدم يتحدث عن هذا الموضوع، من المراجع يعني وما هي وما إلى ذلك. فكيف تزرعوا الثقة في مشاهديكم؟ طبعا هي هذه قضية أيضا قضية وعي لدى المشاهد، هل كل ما يتم عرضه، هل كل ما نراه أصلا في برامج الشبكات أو التواصل الاجتماعي أو حتى في التلفزيون أو في أي مؤسسة أخرى، هل كل ما نراه صحيح أصلا؟ ليس كذلك. المفترض هنا أن يكون وعي لدى المشاهد أن ما أشاهده شيء صحيح وشيء علمي. إحنا نحاول قدر الإمكان أنه نزود البرنامج بحقائق، بأرقام، بدراسات، بأبحاث. هذه الأشياء تكون على الأقل أكثر موثوقية من الكلام العامي اللي ما موثق يعني. فهذه هي طريقتنا في العمل. صحيح، بدل يكون مضيع للوقت أن الواحد يتكلم بدون مضمون. نذكر أو نرجع للموضوع اللي تكلمته، اللي هي واجهتكم صعوبة في اختيار المكان، في اختيار الموقع، الديكور وما إلى ذلك، فكيف تختار الموقع؟ هي القضية أنه إحنا في البداية يعني إحنا شباب الحين بادين، وما كان عندنا أصلا حتى الأدوات اللي نشتغل فيها، فبدأنا وجمعنا المبالغ شخصيا واشترينا الأدوات أيضا بشكل شخصي، وحاولنا قدر الإمكان أنه نحصل على مكان ممكن نصور فيه. بعد ذلك يعني كانت عندنا بعض العلاقات من هنا وهنا وسجلنا يعني هنا. ممكن أنه إحنا ممكن نسلط الضوء على قضية أنه مؤسسات المجتمع المدني كيف ممكن أنها تدعم هذه البرامج، حتى لو كانت برامج جديدة وحال وحديثة، وأنه ممكن صحيح أن برامج كثيرة موجودة، لكن على الأقل ممكن أنه نحصل دعم مثلا في المكان،
دعم في بعض الأدوات، دعم مثلا في بعض الأشياء المادية إلى آخره. فيعني نعم احنا واجهنا بعض المشكلات، لكن في النهاية الحياة ليست بساطا أحمرا. يعني في النهاية الواحد لابد أن يخوض هذه التجارب بشيء من القوة وبشيء من العزيمة حتى يكمل الطريق. يعني بالإضافة إلى هذه المشكلات اللي ذكرتها، هي مشكلة الدعم في اختيار المواقع، هل واجهتوا مشكلات أخرى في الإعداد والوصول إلى المصادر الموثوقة؟ في الحقيقة لا، ما أتوقع. بالنسبة لي ما حصلت إشكاليات في المصادر، كوني اشتغلت على كثير من الدراسات والأبحاث وتوصلت، وعندي يعني علاقات مع سواء كانت مكتبة جامعة السلطان أو حتى مكتبة حصن الشموخ أو حتى المكتبات الأخرى اللي ما أريد أذكر اسمها. يعني هنالك مكتبات رائعة، يعني تصل إليها بشكل ممتاز، فقط تخبرهم إيش الموضوع اللي معك ويعني يمدوك بكل المصادر اللي تريدها، سواء كانت باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو بأي لغة أو حتى في المصادر الحديثة أو المصادر القديمة. فبالنسبة لي كوني مثل ما قلت كوني باحث اجتماعي وعملت في هذا الموضوع عدة مرات وفي مؤتمرات خارجية وداخلية كذلك، فما حاليا ما حصلت يعني إشكالية في الحصول على جميل المصادر. أو ربما لأن البرنامج لازال في بداية مشواره، نعم. بعدكم ما لامستم العواقب الحقيقية، نحن أيضا نتمنى لكم كل التوفيق في هذا البرنامج. إذا فكرتم في تطوير البرنامج اللي هو برنامج يوتيوبي، أنت تمسك الكاميرا وعدد العاملين عليه بسيط، فكيف راح تطوره؟ هو التطوير ممكن يكون من عدة جوانب. الجانب الأول قد يكون في المواضيع اللي نختارها، هذا ممكن احنا نطور في الموضوعات اللي نختارها. الجانب الآخر أيضا احنا ممكن بطريقة العرض نفسها، هل نحن نطرق طريقة العرض العادية اللي هي دائما احنا جالسين على الكرسي وإلى آخره خلفنا ستاند وكذا، ولا نكون لا طريقة عرض مختلفة. ممكن احنا أيضا قضية الفقرات نفسها، هل تكون هنالك مثل هذه الفقرة، مثل البرنامج حاليا هو فقرة واحدة نقدمها ثم نخرج مباشرة، هل أيضا احنا سنزيد مثلا من عدد الفقرات، هذا أيضا ممكن من التطوير. فهنالك عدة مجالات للتطوير، لكن أتوقع حاليا أنه احنا نسير في المسار اللي موجودين فيه. لاحقا احنا ممكن نطور فقرة فقرة او جانب جانب حتى نصل الى المستوى المطلوب، وطبعا مستحيل ان واحد يبقى في مستوى واحد، لابد انه ايضا يتقدم في الموضوع، يعني لازم يمر في عدة مراحل تطور. في سؤال ما سألتك اللي هو الحلقة كم مدتها؟ مثل ما قلت احنا في بدايتنا، واحنا عارفين ايضا سيكولوجية المشاهد او نفسية المشاهد اللي موجود حاليا، المشاهد السريع هذا اللي ما يريد انه يتابع برنامج طويل وغيره وكذا، فمدة الحلقات احنا ما نريد انه نطولها اكثر من 5 إلى 6 دقائق، لانه احنا عارفين ان الواحد ممكن انه خلاص يعني هو اصلا في التليفون ممكن ينشغل في اي شيء اخر، او حتى ممكن حتى على اللاب ينشغل في شيء اخر، لذلك احنا فقط نريد ان نحصرها حاليا في 4 إلى 5 دقائق، يعني موائمة مع نفسية المشاهد الحالي. ممتاز، فكرة جميلة. بعيدا عن مواضيع اللي تتناولوها في البرنامج او عن البرنامج ككل، كونكم يعني مستخدمين لهذه المنصات، مستخدمين لمنصة اليوتيوب، ايش هي الرسالة اللي حابين توصلوها للشاب العماني؟ هي رسالة طبعا أتوقع أنها دائما تتكرر، لكننا نحن نجددها. يعني إحنا شايفين مدى الغث الذي الموجود في المحتوى العربي في شبكات التواصل الاجتماعي، نحاول قدر الإمكان أن نقدم شيء حقيقي، شيء علمي، شيء ممكن أنه يبني أو يوعي ولو على المستوى البسيط اللي إحنا قادرين عليه. يعني في مزاحمة الغث اللي موجود نحاول قدر الإمكان أن نقدم شيئا جيدا. أيضا من ناحية أخرى نحاول قدر الإمكان أنه نزيد الوعي لدى المشاهد بالقضايا اللي نطرحها، وكذلك ايضا بالمحتوى المطروح. لابد انه ايضا المشاهدين انه يكونوا يعني ذو وعي اعلى شويه، لانه يعني الشيء الذي انت تشاهده او الشيء الذي تتابعه دائما يرجع اليك، سواء كان عن طريق الفكره او عن طريق السلوك، لذلك لابد ان تختار من تتابعه وماذا ما تتابع ايضا. يعني وفي النهايه دائما ما نتذكر انه ما دائما ما نتفكر انه المشاهدين ما كلهم بنفس التفكير، ما كلهم بنفس الاحتياجات، ما كلهم يمر بنفس الظروف. فإحنا نتمنى التوفيق لك يونس المعمري وأيضا طاقم العمل اللي تشتغل معه، ولكن أكيد كثير من المشاهدين يسألوا عن اسم القناة أو مواقع التواصل الاجتماعي، جميل لو تخبرهم. هو في اسأل يونس، تجدوه في تويتر وكذلك أيضا في الانستغرام وكذلك أيضا في اليوتيوب، ممكن مباشرة على اسأل يونس. في الفيسبوك أنا شغال على حسابي الخاص اللي هو يونس علي سالم، أيضا أنزل دائما حديث أو أنه جديد البرنامج. أيضا أوجه هنا كلمة شكر للمصور والمخرج اللي هو مروان اليحيائي صاحب فكرة هذا البرنامج، وكذلك أيضا الزميل الأستاذ فهد الهنداسي
اللي يعني ايضا يعمل في برنامج اخر موازي لبرنامجي في نفس المجموعه وتحت المظله نفسها اللي اشتغل فيها. واحنا بدورنا نتمنى لكم كل التوفيق اسره عمل برنامج اسال يونس. شكرا لك. اذا متابعينا وصلنا لنهايه فقره شبابكم، تابعونا فيما تبقى معنا فقره عماني والنعم، فقط تابعوها ونتمنى لكم كل المتعه والفائده. دكان كافيه هو أول كافيه أو مقهى عماني تقليدي من الطابع العماني التقليدي في البناء، الطابع العماني التقليدي في الوجبات، الطابع العماني في المسمى. بداية الهوية للكافيه دكان، وهو المسمى الذي يعني البناء المتصل بالمباني أو الأسواق، ويستخدم عادة لشرب القهوة، وهو المكان عادة غير رسمي أو بديل للمجالس. المجالس عادة تستخدم للجلسات الرسمية وللضيافة الرسمية، ولكن الدكانة تستخدم للجلوس وشرب القهوة في المحلات أو في الحواري. التسمية جاءت من استشارة بعض كبار السن عن العادات العمانية التقليدية في شرب القهوة. طبعا شرب القهوة من أحد الموجودات العمانية التقليدية، فشرب القهوة عادة في خارج أوقات الضيافة الرسمية، يكون في تجمع عادة في الحواري أو في الأسواق وشرب القهوة، لذلك اخترنا اسم الدكانة. الهوية أيضا مأخوذة من النسيج العماني أو الوان النسيج العماني في الشعار، وأيضا في التصميم، في التصميم الداخلي للأثاث، والتصميم أيضا للملابس الرسمية للموظفين الكافيه. بالنسبة للمأكولات، المأكولات طبعا هي مأكولات عمانية، الكادر مدرب على تقديم الأكولات العمانية بما فيها المأكولات التي عادة تكون في المناسبات الرسمية منها الأعياد وغيرها من المناسبات، مثال ذلك المشاكيك بالعسل، الهريس، وأيضا بعض الحلويات التقليدية مثل حلوة البوبر أو الخبيصة أو السح والسمن، بالإضافة إلى القروص وجولة وعسل وغيرها من المأكولات أو الحلويات. بداية في المشروع، طبعا فكرة المشروع، المشروع جاءت من 4 سنوات تقريبا، ونابعة أصلا من حب العمانيين لزيارة بعض المقاهي العالمية المنتشرة حاليا والجلوس فيها، مع أن الأصل في القهوة هي موروث عماني يمكن خرج من خارج الإطار أن يكون تجاري، ولكن عادة نأخذ دائما نشرب القهوة في البيوت، فجاءت الفكرة أن احنا نطور المشروع ليكون بجانب تجاري، يكون مكان تجمع لمختلف الفئات يجلسوا يشربوا القهوة في كافيه تقليدي أو مقهى تقليدي عماني. زيارة المشروع أو إنشاء المشروع تطلبت زيارة بعض الدول المجاورة في المنطقة، وأيضا تقييم بعض المشاريع المشابهة في دول مجاورة، كون أيضا في مشاريع مشابهة في دول مجاورة أساسها القهوة العربية. إنشاء المشروع من ناحية التصميم، التصميم مبني بمواد أولية عمانية تقليدية تستخدم في الفن المعمار سابقا، منها الطين. الطين المعاد استخدامه وهو طين من بيوت عمانية مندثرة يتراوح عمره 150 سنة أو أكثر من 150 سنة، إعادة استخدامه للجدران الخارجية للمبنى داخل المقهى، أيضا الأحجار والتي كانت تستخدم أيضا كأساس للبنيان، بالإضافة أيضا إلى السقف من الجذوع، جذوع النخيل، وأيضا سعف النخيل، وهو أساس المستخدم سابقا في العمارة العمانية. الجلسات أيضا مثل ما تطرقنا مطلية بالنسيج العماني أو مكسية بالنسيج العماني، وهو الشعار أو الألوان المستخدمة للمشروع نفسه. المواد المقدمة في المشروع، مواد التقديم أيضا قائمة الطعام، هي من مواد أولية أو من حرف تقليدية عمانية كسعف النخيل أو المروحة سابقا تستخدم، وهي مطورة من فكرة المشروع نفسه أو من فكرة دكان كافيه والفريق العامل، ولأول مرة تستخدم لتكون بشكل قائمة للطعام
وتم تنفيذها من حرفيين عمانيين سواء في الهيئة العامة للصناعات الحرفية المتدربات، وهذا أحد جوانب أو الفائدة اللي نجنيها أيضا من إيجاد فرص لتدريب الحرفيين العمانيين. أيضا الفريق العامل في تصميم المشروع أو في إكمال المشروع من الحرفيين العمانيين المحترفين في مجال الطين، في مجال الحجارة، في مجال أيضا الإنشاءات الخارجية والسعف وغيرها من الحجارة. يمكن بعض المشاريع أو بعض الحرف هذه التقليدية مرت في صعوبة من ناحية التصميم، من ناحية أن يكون الحرف العماني يكون ذو طابع تجاري، عقود، التزام، ولكن كل هذا تم التغلب عليه باستعانة بكبار السن أيضا في البناء واستعانة بخبراتهم في البناء إلى أن تم المشروع بجهود فردية في مرحلة لاحقة. استغرق بناء المشروع ما يقارب 11 شهر، وكون المشروع أصلا يعني يمكن الحصول على المواد الأولية وأحد التحديات أيضا تثبيت المواد هذه في طابع أو في مبنى حديث، هذه أيضا من ضمن الصعوبات، ولكن تم التغلب عليها وتم اكتساب الخبرة لتجنبها. طبعا التصميم الداخلي من الأرضية إلى الجدران إلى السقف بمواد عمانية تقليدية وبألوان وبطابع عماني تقليدي، بالإضافة أيضا لطرق أعداد الطعام من ناحية القهوة، فالقهوة العمانية تحضر على الرمل وهي أحد العادات سابقا أن تحضر القهوة على الرمل بطرق بدائية في الطبخ. الفوالة العمانية حاضرة أيضا كنظام للضيافة، فالفكرة أيضا من وجود الفوالة العمانية المتكاملة ليكون مكان للاجتماع داخل الكافيه أو داخل المقهى، وأيضا الضيافة من ناحية الفوالة العمانية المتكاملة. أوان التقديم المقدمة في مطعم أيضا من الفخار تم الاستعانة أيضا بالحرفيين العمانيين في صناعة الفخار، المصانع المنتشرة أو الموجودة في السلطنة. في أوان التقديم مستخدمة أيضا لماء الشرب القدوية، وهي الجحلة صغيرة تستخدم لتقديم الماء. الأواني نفس الشيء المستخدمة للمشاكيك لتقديم بعض الوجبات الأخرى، أيضا مصنوعة من الطين، وهي نفس الشيء أحد أوجه الاستفادة من الهيئة العامة للصناعات الحرفية وبعض الأواني الموجودة بالهيئة، بالإضافة إلى أن بعض الأواني تم طلب تصميم بأحجام خاصة من الهيئة العامة للصناعات الحرفية. الأثاث الداخلي المستخدم للكافيه أثاث من الأخشاب العتيقة، أخشاب يمكن توفر ببعض الدول والذي اعتاد أصلا العمانيين استيرادها من بعض الدول كونها تتمتع بالقوة لصناعة الأبواب، لصناعة السفن، لصناعة مختلف مقتنيات الأثاث. والأثاث هو المعروف في السلطنة الأثاث الهندي، جميع الطاولات مستوردة من الهند. أيضا اللوحة التجارية للمحل تم تصميمها بطابع عماني، وهذه أوجه أو أحد الصعوبات التي يمكن واجهناها أن الواجهة أو لائحة المحل دائما هي واجهة المحل، لذلك أن نخرج بإطار مختلف عن الإطار العام الداخلي للمحل يمكن يعكس صورة مختلفة. فتم الاستعانة بعدة مصممين متخصصين، ولكن كانت النتيجة أن تكون بطابع عصري ويمكن ما تعكس الشكل الداخلي للمحل نفسه، إلى أن جاءت الفكرة أن تكون لائحة المحل مصممة من جذوع النخيل كخلفية للكلمة التجارية للمحل.
ما يميز دكان كافيه وبعض الوجبات التي يقدمها حصريا ولأول مرة بما فيها بعض الحلويات مثل حلوة البوبر. أيضا ما يميز الكافيه هو إعداد القهوة على الرمل. أيضا يتميز الكافيه ببعض العصائر والمشروبات مثل عصير اللوم المجفف أو اللوم اليابس معروف محليا، وهو يمكن يقدم بطريقة شاي أو بطريقة عصير، وسابقا كان يستخدم. أغلب الوجبات أو أغلب الزبائن دائما أو الوجبات المطلوبة بالكافيه كمأكولات هي الهريس والمشاكيك والقية العمانية. أما من المشروبات فأغلب المشروبات المطلوبة عصير الورد وأيضا عصير اللوم المجفف أو اللوم اليابس وشاي اللوم المجفف أو اللوم اليابس. الخطط المستقبلية للمشروع منح الهوية العمانية وطبعا تسويقه خارجيا ليكون مشروع عماني بحت يسوق لعمان، يسوق لهوية عمان المعمارية، للطابع العماني، للأكلات العمانية. الهدف أيضا أو الأهداف المستقبلية للمشروع توسيع أنشطة المشروع ليكون خارجيا، عقد بعض المناسبات الخاصة بطرق التقديم العمانية في مواقع عمل بعض الشركات، بعض المؤسسات الحكومية، بطرق الضيافة العمانية. أيضا أحد الأهداف المستقبلية للمشروع هو إنتاج بعض المواد الخاصة للكافيه مثل القهوة المحمصة بطريقة معينة جودة معينة، إنتاج بعض العصائر أو بعض المنتجات التي تسوق خارجيا. أكيد نقدر، وفيها راح نتحدث عن رياضة تسلق الجبال اللي تعتبر من الرياضات الخارجية واللي تمارس في الهواء الطلق، وراح نتعرف على هذه الرياضة أكثر مع ضيفنا أحمد الجابري. حياك الله في برنامج شبابنا والنعم. أهلا وسهلا فيك. في البداية أحمد، نتحدث عن كيف بديت في هذه الرياضة أو هذه الهواية وإيش اللي جذبك فيها؟ كانت بدايتي تعرفت على مجموعة من ممارسي رياضة أو هواية المشي الجبلي، مجموعة صغيرة من الأجانب العمانيين كان لهم يعني برنامج أسبوعي وشهري، فانضميت معهم. تعرفت عليهم عن طريق أحد المعارف، وعن طريق المجموعة تعرفت على خالد سيابي اللي هو أول عماني يتسلق قمة جبل إيفرست، ومنها وجدت نفسي في المجال هذا فبدأت أتعمق أكثر. وجدت أيضا مجموعات أخرى من الأجانب الممارسين هذه الرياضة سواء كان تسلق يعني الجبال بالعدة والحبال وغيره، وأيضا تعرفت على مجموعات أخرى وأصدقاء آخرين من نفس من ممارسي هذه الهوايات. يعني كم صار لك وانت تمارس هذه الهواية؟ من 2011. 2011 يعني حوالي 6 سنوات تقريبا. أكيد من خلال هذه 6 سنوات ما على طول بدأت بتسلق الجبال والقمم العالية، أكيد كان في خطوات وتغيرات نوعا ما، كلمنا عن مراحل التطور في هذا المجال. بديت يعني هواية المشي الجبلي اللي هي تسمى الهايكينج أو التريكينج. حتى في الهواية هذه بديت فيها يعني رحلة يوم واحد أو نص يوم، وبعدين يومين مع مبيت، وبعدين بدأت في مجال تسلق الجبال بالحبال والعدة وغيره، تعرفت على مجموعة أجانب مقيمين في السلطنة يعني. منها بدأت في تسلق الجبال والحبال في الكهوف، في نزول الوديان واستكشاف الوديان وبشكل عام.
قبل أن نتكلم عن التفاصيل اللي هي تسلق الجبال والعدة اللي تأخذها معك وما إلى ذلك، كيف يعني تعلمت التسلق، وخصوصا أن هذه الرياضة وهذه الهواية تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى لياقة، وأتوقع من مشاهدة الآخرين ما يكفي أنك أنت تتعلمها، وخصوصا أن هذه الهواية غير ممارسة معنا. صحيح بالفعل، أحسن طريقة من تجربة شخصية اللي هو الاحتكاك من ذوي الخبرة أو من اللي جربوا من قبل، وجدت مجموعات بسيطة مش كثير، يعني مثل ما قلت ما كثير ممارسة في 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 البلد، لكن في كان مجموعات من الأجانب، الأغلبية من الأجانب وفي بعض العمانيين، اندمجت معهم لأنه الحين صار التواصل أسهل عن طريق التواصل الاجتماعي والإنترنت وغيره، فبدأت معهم شوي شوي، بالإضافة إلى التصفح في الإنترنت وقراءة المجلات والكتب في هذا المجال. وتلاحظ أن في شيء تغير في شخصيتك أثناء ممارستك لهذه الرياضة خلال السنوات؟ هي أكيد كثير، يعني أثرت فيني كثير، صرت أنظر إلى الأشياء اللي كنت أنظر لها في الحياة العادية واليومية بشكل مختلف. يعني أكيد أحمد الكثير من المشاهدين لما يتابعونا وإحنا نتكلم عن التسلق، تسلق الجبال، هذه الرياضة شوي خاصة، يحتاج لها عدة معدات خاصة، يحتاج لها معرفة خاصة في هذا المجال، فأكيد نحن حابين أن نوصل لهم الفكرة أكثر بحيث أنها تكون لهم بشكل أوضح. نتكلم عن المعدات اللي أنت تأخذها معك قبل أي رحلة. كونها يعني رياضة نوعا ما فيها ما أقول خطورة، وإنما يعني نحاول قدر الإمكان أنه إحنا نقلل نسبة الخطر ونسبة الحوادث، فالخوذة، الحزام أو الحزام اللي يربط على الخصر اللي هو يسمى الهارنس، حبال خاصة، والحبال أيضا لها أنواع، أحذية خاصة أيضا، طبعا في حقائب أيضا خاصة لممارسة الرياضة، في كثير قطع يعني أو معدات مصنوعة من شركات خاصة في التسلق، عن طريقها نزيد مقدار الأمان أو السلامة في رحلتنا في التسلق. وإذا ما تحدثنا عن الأغذية وأنواع المشروبات اللي تأخذها معك؟ شخصيا أعتمد أساسا على الماء بالنسبة للمشروبات، للأغذية كون الرحلة تكون مسافة طويلة وفيها صعود وجهد، نحاول نأخذ أغذية تحتوي على قدر كافي من القيمة الغذائية، بس أيضا تكون خفيفة وسهلة الإعداد أو الطبخ. ممتاز. أطول مدة طلعت لها يعني من رحلاتك؟ أطول رحلة كانت استكشاف وادي حلفين 30 ساعة متواصلة. ومعظم استكشافاتك ورحلاتك كانت داخل السلطنة أم أنك اضطررت أنك تسافر برا نوعا ما أنك تستكشف الطبيعة خارج البلد وتمارس هذه الهواية؟ طبعا معظمها في السلطنة، ولكن كانت لي 4 تجارب خارج السلطنة، صعدت أعلى قمة في ماليزيا قمة كانيبالو، صعدت أعلى قمة في المغرب جبال أطلس قمة جبل توبقال، وصعدت على قمة في أفريقيا قمة جبل كليمنجارو، وحاولت أصعد قمة أرارات في تركيا لكن بسبب سوء الأحوال الجوية قررنا نسافر. يعني سوء الأحوال الجوية والطبيعة المناخية لهذه الأماكن والمواقع، وخصوصا أن هذه الهواية من الهوايات الخارجية، فتعتبر أحد العوامل اللي أحيانا تعيق متسلق الجبال. حدثنا عن الصعوبات اللي واجهتك أثناء ممارسة هذه الهواية. نحاول قدر الإمكان إحنا ندرس رحلتنا أو مسار رحلتنا سواء كان وادي أو جبل أو كهف، لكن مثل ما ذكرت في عوامل خارجة عن يعني خارجة عن السيطرة أو غير متوقعة، منها الطقس، ممكن أحيانا يعني نتأكد من حالة الطقس المتوقعة ولكن ما زال في نسبة إنه يتغير. الحاجة الأخرى في التسلق، واحدة من أهم أو واحدة من أكثر الأشياء الخطيرة هي الصخور المتساقطة، لأنه ما ممكن تتحكم بها، يعني ممكن صاحبك يتسلق فوق وبالخطأ يعني يسحب حصى أو صخرة تيجي على المتسلقين اللي تحت. بس وأحيانا نعم تعرض حياتكم للخطر. أي بس يكون في دائما يعني يتطلب سرعة بديهة، يعني المتسلق اللي فوق يحذر ويحذر المتسلقين الزملاء
ونحاول قدر الامكان يعني نتجنبه. ذكرت انه في يعني يحذر زملاء، يعني اتوقع انه الرحلات كلها تكون جماعيه ما يصير تكون فرديه. التسلق اذا كان نتكلم عن تسلق الجبال بالحبال والعده على الاقل اثنين عشان تحسبا لاي خطر يصير لاحد الاعضاء، لانه اصلا ما ممكن تتسلق وحدك، لازم حد يتسلق وحد يعني يوفر الامان بالحبل. أحيانا تصير مواقف أثناء ممارستك لهذه الرياضة، وخصوصا أنك ذكرت عدة مواقع رحت لها وسافرت لها ما شاء الله قمم عالية وصلت لها، حدثنا بعض المواقف اللي أحيانا تكون محفورة في ذاكرتك ربما تكون طريفة نوعا ما. في رحلة صعود قمة جبل توبقال كان في شهر ديسمبر 2011، فكان الثلج في أوجه يعني طبقة كبيرة من الثلج، فكان معي مرشد محلي من المغرب، فلما بدأنا نصعد على الثلج وكان ناعم جدا يعني، فهو متقدم أمامي وأنا أتبعه، فكان بين فترة وفترة يتأكد إذا كانت الأمور يعني إذا كنت يعني إن الأمور سليمة. الأمور سليمة، فبمجرد ما سألني وأكدت عليه إن الأمور سليمة طاحت رجلي يعني في طبقة من الثلج الناعم ووسط طبعا ما. نعم وبعدين؟ لا بس طلعت عادي يعني. حلو جميل. طيب أحمد، نلاحظ أنه من خلال حديثك سافرت لعدة مواقع، وصلت لعدة قمم وهي قمم عالية نوعا ما، ولكن كلها مجرد أنك أنت تمارس هوايتك وأنك توصل للرضا الشخصي لك، لكن ما فكرت أنك تشارك في مسابقات عالمية؟ لا صراحة. إيش السبب؟ أنا مارسها مثل ما ذكرتي للرضا الشخصي يعني لذكرياتي أنا بالنفس. جميل، وأتوقع أنه وظيفتك الخاصة بعيدة بعد تام عن هوايتك، فكيف توازن بين الشيئين؟ وظيفتي روتينية، مكتب وأوراق وملفات، فهي في جانب وهواياتي ورحلاتي في جانب آخر. بس أتوقع أن هذه الهواية جدا مهمة لوظيفتك، وأحيانا لما الواحد يواجه ضغط في العمل، روتين، نوعا من الملل، لما يطلع للرحلات الخارجية يكون كذا مثل إعادة تأهيل إلى ويعني تصفية الذهن، صحيح؟ بالضبط، هي الرحلات هذه فيها فعلا جهد بدني، يعني أحيانا على بداية الأسبوع نوعا ما يعني أكون منهك من رحلة إجازة نهاية الأسبوع، ولكن مثل ما قلت يعني العقل متجدد والنفس مرتاحة. رسالتك للشباب اللي حابين أنهم يتعلموا هذه الهواية، خصوصا كانت رياضة تسلق الجبال أحد الرياضات الخطرة واللي تحتاج جهد ولياقة بدنية، أشجعهم بكل تأكيد، لكن فقط رسالة أوجهها أنه الثقافة هي ثقافة جديدة على مجتمعنا، هي ثقافة رياضات الهواء الطلق يعني الأوتدور، فإذا نريد ننشر ثقافة جديدة على مجتمعنا المفروض ننشرها بطريقة صحيحة، يعني لما الواحد ينشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتسلق المفروض يكون لابس الخوذة أو لابس العدة المناسبة عشان ننشر الثقافة بطريقة صحيحة. صحيح، وعشان يوصل رسالته بالطريقة الأنسب والأصح، وخصوصا أن المتابعين من فئات عمرية كثيرة. شكرا لك أحمد الجابري، نحن نتمنى لك كل التوفيق في هذه الهواية في هذه الرياضة، وإن شاء الله تتعلم وتمارس رياضات أخرى. شكرا، حياكم الله. إذن متابعينا وصلنا إلى ختام فقرة أكيد أقدر، شكرا لمتابعتكم، تابعونا فيما تبقى من حلقتنا لليوم. فكر بالفرح يأتيك الفرح، وفكر بالسعادة تسعد، وفكر بالنجاح وستنجح،
كل من حولك يعكس طريقة تفكيرك، فالقرار قرارك باختيار طريقة تفكيرك. متابعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من برنامج شبابنا والنعم. إلى اللقاء.